لا يمثل العراق ساحة نفوذ وصراع فقط بالنسبة لإيران، بل رئة اقتصادية وسوقا للبضائع قد يكون الأكبر لصادراتها، فضلا عن استثمار طهران لنفوذها في البلاد للقفز على العقوبات الأمريكية التي أثقلت الاقتصاد الإيراني. 100 مليار دولار هو قيمة صادرات بضائعها إلى العراق والتي تطمح إيران للوصول إليها قريبا، وبالنظر إلى ميزانية العراق التي تقترب من 120 مليار دولار فإن حجم الصادرات الذي تنشده طهران يشير إلى أن العراق بات مجرد سوق استهلاكية للبضائع الإيرانية الرديئة أساسا. القيادي الإيراني علي أكبر رائفي بور أعلن مفتخرا أن نفوذ بلاده في العراق وفر لها مليارات الدولارات في تصريح يحمل بطياته أبعادا سياسية أكثر منها اقتصادية، تكشف مدى سيطرة إيران على مفاصل القرار في العراق الذي يثبط بطبيعة الحال أي محاولة للنهوض بالاقتصاد. استلمنا ثمن كل ما قدمناه للعراق وثمن دعمنا وإنقاذنا له، إنهم مرغمون على القبول بشروطنا التي نفرضها حتى بلغت قيمة صادراتنا للعراق 7 مليارات دولار، خصوصا أن العراق لا ينتج شيئا وأسواقه مليئة بالبضائع الإيرانية. حديث المسؤول الإيراني لم يكن الوحيد، إذ سبقه إقرار حكومي على لسان نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي بأن السفير الإيراني أبلغه بإيقاف أي مشاريع تخص ملف الكهرباء إبان حكومة حيدر العبادي. وأيضا أقولها بصراحة، الجمهورية الإسلامية كان عندها موقف كبير على اعتبار كانت تتضرر من تصدير الغاز للعراق أو بيع، كان عندها موقف سلبي، يعني موقف ضد من هاي المشاريع. عليه وقالوا لي لا، إيش قالوا له؟ قالوا له وقف هذا الموضوع. محاولة الهروب من العقوبات الأمريكية لم تتوقف عند بغداد ومحافظات الجنوب فحسب، بل وصلت حتى كردستان العراق، فتؤكد وكالة أسوشيتد بريس أن التجار الإيرانيين يستغلون العراق لفتح أسواق لهم للهروب من العقوبات المفروضة على بلادهم، مستشهدة بالمعارض التي ينظمونها في ظل انهيار الصناعة العراقية. الصحيفة نقلت عن تجار إيرانيين في معرض للسجاد بمحافظة دهوك أنهم يحققون أرباحا كبيرة من بيع بضائعهم في العراق في وقت لم تتخذ فيه الحكومات المتعاقبة أي خطوات جادة نحو إحياء الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما أدى إلى خفض رصيد خزائن الدولة إلى النصف ودفع الحكومة إلى الاقتراض لتكبيل الاقتصاد بمزيد من الديون.